السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في تتمة أسبوع تقويم الوحدة السادسة، أسبوع الخامس، أنشطة اللغة وأنشطة التعبير الكتابي. نعم، كما أدعوكم كذلك لمن لم يستمع للمقطع السابق أن يفعلوا زر الجرس لتلقي جميع التنبيهات والإشارات. في 15 من هذا الشهر سنبدأ إن شاء الله أسابيع التقويم طيلة الفترة الصيفية، فتابعوا معنا المقاطع إن شاء الله لتزدادوا اجتهادا إن شاء الله وتفوقا في دراستكم. في كل أسبوع سأضع لكم مقطعا للدعم. إذا نبدأ على بركة الله بأنشطة اللغة. السؤال الأول: استخرجوا من النص ثلاثة أسماء معرفة بالإضافة، أبينوا ثم أبينوا نوع المضاف إليه في جدول. إذا كاين واحد مجموعة الكلمات اللي اخترت أنا، مثلا بلاد، صناعة، وبلادي، بلادنا. في النص عندنا بلاد المغربي، وعندنا صناعة أو تسجيل الصناعة السياحية، صناعة السياحية، وكاين مثلا هذه بلادنا. إذا النوع المضاف إليه في الجملة الأولى بلاد المغربي ظاهر، صناعة السياحية ظاهر، بلادنا نا جاء عبارة عن ضمير مضاف إليه ضمير. بالنسبة للسؤال الثاني أكمل الإضافة بحسب ما يفيد المعنى. عندنا المغرب من أشهره التي يقصدها الزائر، ومن بقاع لتنوع عروض السياح، حتى يطلب منا أننا نكملوا بواحد الإضافة اللي كتكملنا المعنى، مفهوم؟ وقبل هذا خليونا في التعليق واش الدعم في القراءة ومسابقات التجويد أو كليهما. الجواب: المغرب من أشهر البلدان التي يقصدها الزائر والزائرة من كل بقاع العالم لتنوع عروضها السياحية. إذن هذا كان جوابا للسؤال الثاني. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث مطلوب منا استخراج أفعال صحيحة ومعتلة ثم تصنيفها في جدول وتبيين ونبين نوعها في جدول. نعم، الجدول كما هو واضح أمامكم، أنا استخرجت الأفعال ودرتهم بشكل مباشر في الجدول: الفعل الصحيح، فعل الفعل السالم والمهموز المضاعف، فعل المعتل، فعل المثال، الأجوف الناقص واللفيف. إذا بالنسبة للفعل الصحيح أن فعل سالم تسجل ويجلب، تسجل سجل وسجل يجلب وجلب. فعل مهموز أسهم، وأن الأجوف يزور أصله زار، قام وساعد. فعل ناقص أضحى، أضحى، أضحتي، وحسب الضمير هو أضحى. بالنسبة للسؤال الرابع أستخرج من النص جملتين ثم أبين في ترسيم عناصرهما. جملة تتضمن عطفا وجملة فعلية فعلها متعدي. مطلوب منا نجيب واحد الجملة فيها عطف، وواحد الجملة يكون فيها فعل متعدي، جملة فعلية فعلها متعدي. بالنسبة للجملة الأولى: وسائل النقل البرية والبحرية. المعطوف عليه هو البرية، حرف العطف هو الواو، والبحرية هو المعطوف. يزور بلاد، الفعل هو يزور، الفاعل هنا ضمير مستتر والمفعول به هو بلاد. بالنسبة للسؤال الخامس أعوض حرف النسخ بفعل ناقص لعل المغرب ناجح، ثم أضبط الجملة بالشكل التام. ومنين كنقولوا حرف النسخ بمعنى إن وأخواتها، ومنين كنقولوا الفعل الناقص بمعنى كان وأخواتها. إذا الجواب أن لعل المغرب ناجح، الجواب غنبدل لعل بأصبح، أصبح المغرب، أصبح المبتدأ مرفوع، ناجحا الخبر أصبح منصوبا، أصبح المغرب ناجحا. بالنسبة للسؤال السادس أستخرج من النص الجملة التي تندرج عناصرها في الترسيمة الآتية، مكونة من فعل وفاعل ومضاف إليه وجار ومجرور ومضاف إليه ومفعول به ومضاف إليه. بالنسبة للسؤال الثامن السابع أعرب المغربي حسب موقعها في النص. يزور بلاد المغربي، إذن بلاد المغربي إذن جاءت عبارة عن مضاف
إليه. بالنسبة للسؤال الثامن، أستخرج من النص مثالا لكل الهمزات في أول الكلمة في وسطها في آخرها ثم أعلل رسومها. أطلب منا هو نستخرج واحد الكلمات اللي فيهم همزة كتبدأ بالهمزة ولا كتوسط همزة ولا كتنتهي بهمزة، مثلا إفريقية واستطاع. إفريقية تبدأ بهمزة قطع، لماذا تبدأ بهمزة قطع؟ واستطاع تبدأ بهمزة وصل، لماذا تبدأ بهمزة وصل؟ القاعدة باش تعقلوا عليها، همزة القطع تكتب وتنطق في أول الكلام وفي وسطه، أما همزة الوصل تكتب وتنطق في أول الكلام ولا تنطق في وسط الكلام. وقاعدة باش تميزوا بين همزة الوصل والقطع هو دائما من يقولنا واحد الكلمة الأستاذ كتبدأ بالهمزة نسبق الواو أو الفاء في العقل ديالنا، يعني ما تكتبهاش ولكن ديرها في هذيك الكلمة، دير لها الواو في القدام أو الفاء. مثلا وإفريقية، إلا قدرتي تقرأ الكلمة بدون ألف فهي همزة وصل، إذا قرأت الهمزة فهي همزة قطع. في حال ده مثلا أخذ وأخذ، ما نقدروش نقولوا وأخذ، واش تفهمنا؟ بالنسبة لوسائل الهمزة المتوسطة وسائلي، كتبت الهمزة الياء لأنها مكسورة وكنعرفوا أن قاعدة ثابتة أن الهمزة هي أقوى حركة، إذن إذا كانت الهمزة مكسورة أو ما قبلها كسرة فهي تكتب على الياء بشكل مباشر. بالنسبة للهمزة المتطرفة الشواطئي، الهمزة المتطرفة كتمشي على حسب الحركة اللي قبل منها، كيف ما كانت الحركة قبل منها كنكتبوا عليها الهمزة. إذن الشواطئ كتبت الهمزة على الياء لأن ما قبلها مكسور. بالنسبة للتعبير أحبائي، غنشرح لكم فقط وانتم اللي غادي تشتغلوا وديروا واحد المجهود في التمرين هذا. بالنسبة للسؤال الأول، ألخص النص بالاسترشاد بما اكتسبته في مهارة التلخيص، يعني النص ديالنا غنستعملوا يعني ما اكتسبناه في مهارة التلخيص باش نقدروا نلخصوه. باش نلخصوا أي نص خصنا بعد أولا نجبدوا الأفكار الأساسية ديالو، واش تفهمنا؟ يعني على كيهضر، يعني أهم الأفكار الأساسية اللي فيه، ومن بعد هاد الأفكار اللي جبتيهم هاد النص ياك غترتبهم 6 7 ديال الأفكار جبتيهم أو لا 5 ديال الأفكار، غتربطهم بواحد الأدوات اللي تعلمناهم وأدوات مناسبة باش كنديروا هذاك النسق ما بين الجمل. يعني ما كتقلناش كيف كنقولوا واحد الجملة في الشرق وحدة في الغرب، لا، خصي يجيو الجمل ضروري يجي هذاك التناغم وهذاك التناسق ما بين الأفكار. بالنسبة للسؤال الثاني، أقرأ نص الموضوع التالي ثم أتوسع فيه بالاسترشاد بما اكتسبته في مهارة التوسيع. نص الموضوع اللي توكم هو أصبحت السياحة من أهم أنواع الأنشطة الاستثمارية، وما عطاكم واحد نص صغير أنتم غادي تبينوا كيفاش السياحة من أهم أنواع الأنشطة الاستثمارية. يعني هذه الفكرة هذه غتجيبوا واحد المجموعة ديال الأفكار ومن بعدها ضربتوهم فيما بين ذات الربط حتى غتحصلوا على واحد الفقرة فيها 6 أو 7 ديال الأسطر، فهمنا؟ وكنتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح إن شاء الله في المسيرة الدراسية ديالكم. وبهذا كنكونوا انتهينا من كتاب واحد الكلمات. نلتقيو إن شاء الله في أسابيع الدعم اللي غنخصصها لكم في حصص أسبوعية إن شاء الله، باش السنة المقبلة السنة الخامسة تكونوا متمكنين من جميع الدروس إن شاء الله، وتكونوا متفوقين وممتازين وتكونوا من أحسن التلاميذ. وكنبغيكم بزاف، وفقكم الله وسدد خطاكم، وإلى اللقاء.